المواد اللي استخدمتيها داليا في الرسم بالأكل؟ استخدمت كل الخامات، يعني تقريبا ما فيش خامة بحطها قدامي او اي نوع من الاكل ما برسمش بيه مهما كان صعب. حتى ان انا رسمت مثلا بالايس كريم كانت الناس شايفة انها حاجة مستحيلة لانه هو بيسيح، فلا بس انا كنت حابة التحدي فيها انها عايزة السرعة ودقة، فكنت حباها قوي. طب كمان ومسحش استخدمت فعلا برضو، ولا ايه؟ لا ما هي عايزة سرعة يعني يعني ترسمي في بسرعة خلال قبل ما الوقت يسيح معين. وبعد كده تسيح وكمان وخلاص. لا هي طبعا الايس كريم اكيد باكله. كمان ان انا رسمت بالبيبسي، ودي كانت اول رسمه تعتبر في العالم انها تتعمل بماده سائله، يعني لان صعب جدا الميه بتدخل على هل في بعض. صورة من اللي احنا بنشوفها دي مرسومة بالمياه الغازية؟ في انا فعلا أنهي واحدة؟ عرضت صوره أنهي واحدة؟ رسمتها لعمرو دياب. معانا صورة عمرو دياب يا جماعة؟ طيب هنشوفها. احنا شايفين يعني بعض حاجات واضح الخامة المستخدمة، يعني في حاجات واضح انها بالبطاطس، أنا ببطاطس رسمت وعليها بالبطاطس والكاتشب. كاتشب. دي شهية كمان جدا، يعني الرسمة حلوة والأكلة حلوة. الرسومات دي بعد كده مصيرها ايه؟ بتتاكل؟ لا كانت في البداية قوي، يعني في بداية الفكرة ان انا عملتها واكلتها، لكن بعد كده طبعا حبيت اطورها. كمان ان انا استخدمت ان انا اكتب بيها خط عربي بالشوكلت مثلا واعمل منه لوحات، وحافظت عليها، حطيت عليه مادة الحمد لله توصلت لها ان انا بقدر احافظ على الرسومات بيها، دي وكل صورة اللوحات عمرو دياب تقريبا الاطباق يعني. معايا. اللي فاتت دي صورة عمرو دياب. طيب المادة السائلة على الورق فعلا حافظتي ازاي على كيان الرسمة، يعني انه يفضل واضح ومعالمه محددة؟ دي كانت صعبة جدا، أنا قعدت فيها تقريبا أسبوعين بحاول إن أنا أطلعها، كانت كل ما أكيد ما نجحتش معايا من البداية. بعد كده بدأت إن أنا أحاول أثبتها، المية طبعا بتدخل على بعض، لكن كانت عايزة تكنيك معين، كانت أولا عايزة ثبات إيد جدا إن إيدك ما تكونش بتتهز أو بتتحرك. كمان المادة اللي أنا استخدمت بيها إن أنا أخد المادة الغازية وأحطها على الورق، في ناس قالت لي ده مش ورق، يعني ده اكيد طبق، انا استعملتها على طبق وعلى ورق، بس في بداية الفكرة عملتها على ورق.